بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي عبد الله الشريف اطار وطني في كره القدم ولاعب سابق، وهذه انا المدير ديال الاكاديميه ديال محمد الخامس لكره القدم اللي كاينه في عين السبع، وكنشكر الاخوان على الحفاوه ديالهم واستقبال. ولكن انا اللي عجبني اليوم هو كاين دي طالون دوي، كاين كواليتي عندكم في المستوى عالي صراحه، فور لي فوار خصهم يشوفوهم فرق كبرى، ما يبقاوش غير هنا في هذه الحفره. هنايا عندكم مدربين في المستوى، عندكم داكشي كي بصراحه انت فرح القلب، والبلاد ديالنا الحمد لله محتاجه لهاد الناس. خصنا هاد الناس يشوفوهم بحال فرق كبرى، بحال الجيش، بحال الرجاء، بحال الوداد. لماذا يكون واحد النهار رجال غد هاد الوليدات؟ انا كنتمنى ان شاء الله ما يبقاوش غيرنا. وكنشكركم مره اخرى، ولكن هذه ديال المغرب الحمد لله، المغرب بلد الكرم، بلد الخير. ومره اخرى كنشكر هاد الاذاعه وهاد الناس ديالكم انتم في الطيبوبه ديالكم وهاد الجو الرياضي اللي شفنا لكم، وشكرا. قبل كل شيء كنبغي نشكر نرحب بالضيوف الكرام بالجريده الالكترونيه ديال زناتا فانسكاس وجريده المدينه نيوز. كنبغي نرحب بهم في هذا الدوري هذا. اولا وقبل كل شيء صادفنا كمدرسه ديال مدرسه ديال فتح زناتا لكره القدم، درنا واحد النهائي مع جمعيه مع اكاديميه محمد الخامس على شكل ديال جوج ديال الفئات. كاين الوليدات الصغار ديال 2007 2008 يعني انتهت المقابله ديالهم بالفوز ديال مدرسه فتح الزناته، وبالنسبه ديال الوليدات ديال 2009 2010 انتصروا اكاديميه محمد الخامس، انتصرت بثلاثة لواحد. وهذه بادره، حنا كيحصلين الشرف اننا كنلعبوا مع واحد الاكاديميه اللي عندها وزن ديالها ثقيل في المغرب، اكاديميه محمد الخامس الكل كيعرفها، والكل بالكوتش ديالهم ديال مولاي علي الشريف، وبصفتي ككاتب عام ديال المدرسه ديال فتح الزناته بلالي مصطفى ومؤطر في نفس الوقت. المهم صاينا باش نديروا هذا الدوري هذا، ودوري نهائي يعني عنده واحد الاسم ديالو، دوري نهائي ديال محمد الخامس. هذه من جهه، من جهه ثانيه شاركوا هاد الوليدات هادو وداروا واحد المقابله جميله وجميله بزاف. كنبغي نشكر جل كاع العناصر اللي شاركت معنا هاد الحفل هذا، لا من جماهير ديال الزناته، لا من اللاعبين اللي تبارك الله عليهم بينوا على الكفاءات ديالهم وبينوا على علو الكعب ديالهم، يعني لعبوا مقابله جميله وجميله بزاف. المهم لهذا كنبغي نرحب بهم، وكنبغي كاين واحد الجوائز مهمه ديال هذا النهائي هذا. وكنبغي نرحبوا مره اخرى بالوليدات وبالشباب ديالنا ديال المدرسه، وتحيه مره